اخيرا الاسبوع ده يوم الثلاث اللي فات كان عندنا ماتش مصر المقاصه في استاد القاهره. المقاصه خسارتها قصاد الزمالك كانت تعني الهبوط بشكل رسمي. احنا كجمهور كان جزء من اللي جوانا يعني حاجات بسيطه جدا من القلق، لكن مش عايزين الفريق يفقد اي نقطه ونفضل متصدرين بفارق ال7 نقاط ونخلص الماتش بدري بدري. عشان كده كنا حاضرين في الملعب ورا فريقنا، كان هدفنا اننا نخلص الماتش بدري ونقرب اكتر واكتر من درع الدوري. والحقيقه ان الزمالك ما كدبش خبر، والمباراه كانت حفله الحقيقه في الملعب، وكانهم بيكافئوا الجمهور، وكان في اهداف كتير والمدرجات كانت فيها حفله وتشجيع وهتافات. خلينا نشوف فلوج ماتش مباراه المقاصه ونرجع لحضراتكم مره تانية. اهلا بيكم فلوج في الملعب، مباراه الزمالك ومصر المقاصه في الجوله ال30 من بطوله الدوري. مباراه رخمه بلغه الكوره لازم تكسب فيها عشان تقرب خطوه كمان من درع الدوري اللي كان فاضل عليه 3 خطوات ب3 ماتشات. كل محتاجينهم نفوز وناخد 9 نقاط عشان نحقق بطوله دوري اعجازيه بكل المقاييس. المهم ان جمهور الزمالك كالعاده ورا فرقته في كل مكان في العالم. اول ما التذاكر نزلت في خلال 12 دقيقه بس كل التذاكر اتحجزت عشان نكون على ميعاد مع ملحمه جديده هيقدمها جمهور الزمالك في ماتش مصر المقاصه. اللي خسرته النهارده بالتاكيد قصاد الزمالك هتعني هبوطه رسميا للدرجه الثانيه. البروفيسور فريرا هيكون بعيد عن دكه البدلاء وهيكون في المدرجات، لكن كلنا ثقه فيه وفي كل الرجاله ان ال3 نقط دول في ايدينا ان شاء الله. اللعيبه نزلت تسخن، وتحيه كبيره من الجمهور لكل فريق الزمالك. شيكابالا خد نصيب الاسد، كمان اوباما كل الجمهور حرص على تحيته بعد الاداء الكبير اللي بيقدمه في الماتشات اللي فاتت. زيزو وسيف الجزيري كان ليهم تحيه خاصه بعد التالق في ماتش الجونه وبيراميدز، وبعد ما الجمهور حيا كل اللعيبه وشحن طاقتهم بدا التشجيع والحماس. جه وقت التسخين الجمهور كان مجهز المدرج للتشجيع، جمهور الزمالك بيدخل السنارات اللي هي يعني الاعلام الكبيره اللي ما يعرفش، كمان التيفو الكبير اللي مكتوب عليه اسم الزمالك بيتفرد في المدرج وبيتربط بالحبال عشان يثبت، وكمان الطبله بتخش والجمهور بيضم على بعضه وكله مستعد عشان الماتش يبدا. المباراة بتبدأ بحماس كبير من الجمهور وهتافات قوية، كل المشجعين واقفين على رجليهم، ووسط كل دول هتلاقي أطفال بتتنطط وتشجع الزمالك مع الجمهور بكل حماس. كمان المشجع العظيم ده اللي من ذوي الهمم وحقيقي حماسه وحبه للزمالك ما يتوصفش ولا يتقارن، جميل انه كان واقف بيشجع 90 دقيقة متواصلة. على فكرة مدرجات الدرجة الثالثة مش مقتصرة على الشباب بس، لا هتلاقي بنات واقفة بتشجع بروح وحماس يمكن أكتر منك بكتير، هو ده جمهور الزمالك العظيم. الحفلة بتبدأ في الملعب والزمالك بيسجل أول الأهداف عن طريق سيف الجزيري بعرضية من زيزو، والملعب بيولع والضحكة بتترسم وسط صوت تشجيع، الدوري بيقرب أكتر وأكتر. بعدها بشوية زيزو بمجهود فردي بيدخل يشوط صاروخ في الجون عشان ينتهي الشوط الأول بفرحة تانية ولا في الخيال. بين الشوطين الدنيا بتهدى والكل بياخد نفسه وبيريح، وسريعا كده الشوط التاني بيبدأ والحفلة زي ما هي شغالة في أرض الملعب شغالة في المدرجات. الزمالك بيسجل التالت والرقص والغنى بقى بيشتغل في المدرجات، كله بيرقص وبيغني وزي ما انتوا شايفين كل الهايبرة دي والفرحة والتنطيط. هو ده العادي في مدرجات الزمالك على فكرة. واحنا لسه بنغني وزيزو بيسجل الهدف الرابع ويجري ويحتفل مع الجمهور ويرقص هو وسيف رقصتهم الشهيره، بعدها يروح يحتفل احتفال الملاكمه مع شيكابالا، واحنا زي ما احنا مهيصين ورايقين والدنيا في المدرجات عال العال والمود ما يتوصفش من حلاوته. بيسجل الهدف الخامس بعد ضربة جزاء عشان تكمل الحفل للآخر ويخلي الجمهور ما يهداش. الماتش خلص، كانوا 3 نقط مهمين جدا جدا جدا. بعد الماتش شيكا خد كل اللعيبه من ايديهم وراح يجروا يحيوا الجمهور بعد اليوم السعيد على كل ما هو منتمي لنادي الزمالك الحقيقي. كمان جمهور الزمالك خرج بشكل مميز من ارض الملعب على طريقه بيلا تشاو، الكل كان خارج بيغني اغنيه يا ليالي عودي تاني بس كده.
ده كان فلوج ماتش الزمالك والمقصه. خلاص فاضل 6 نقط بس عشان ننهي الدوري الاغلى على قلبي وقلب كل الزملكاويه. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا. دام حماسكم واشوفكم الماتش الجاي على خير.